بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو أسئلة الامتحانات السابقة في وحدة شبكات الاتصال، وهي الوحدة الثانية من تكنولوجيا التوجيه 11 أدبي وشبعي. سنبدأ في الدرس الأول وهو طبقة ربط البيانات. وفي البداية طبعا سنبدأ في طبعا كما تعودنا سنة وورد السؤال: ما قيمة العدد A16 بالنظام السداسي 10؟ طبعا شرحنا هذا النظام في فيديو سابق، فالجواب للتأكد هو سيكون B. كم عنوانا في الطبقة الفيزيائية MAC مختلفة يمكن إنشاؤها؟ هي 2 أس 48. ما الجهاز الذي يتخذ القرار المناسب لتحويل الرسالة المنفذ الصحيح للمنفذ الصحيح في طبقة ربط البيانات؟ هو محول الشبكة. ما الحقل الذي يستخدمه المحول للتأكد من صلاحية الإطار في طبقة ربط البيانات؟ وهي دال تفحص الأخطاء. كم خانة تخصص في كل عنصر من عناصر النظام السداسي 10 أو السادس 10 لتمثيله بالنظام الثنائي؟ سيكون هو 4. ما العدد السادس عشر الذي يقابل عدد هذا العدد؟ طبعا هذا العدد بالنظام الثنائي. طبعا أنا بالنسبة للنظام الثنائي تحدثنا سابقا أنه كيف عملية الثنائي والسداسي تحول عنه، فقط أنا سأضع الإجابات للتأكد من الحل. ما العدد المكافئ للعدد العشر الذي يقابل العدد 31 بالنظام العشري؟ هو هذا الرقم. إن أردتم أن يتم شرح هذه الأرقام وكيفية تعاملها في فيديو آخر مستقل، اكتب لي في التعليقات. ما الطبقة التي تنقل فيها البيانات أو تنقل فيها البيانات على شكل إشارات عبر الوساطة المختلفة سواء سلكية أو لاسلكية في نظام OSI؟ وطبعا هي طبقة ربط البيانات. ماذا يسمى نظام العنونة الفيزيائية والذي يكون فريدا على مستوى بطاقات الشبكة في العالم؟ طبعا على مستوى العالم طبعا هو MAC. أي من الطبقات تستخدم لتنفيذ عملية الإرسال على الوساطة المشتركة بين عدة أجهزة لضمان عدم التداخل الإشارات؟ هي الطبقة الثانية. طبعا ما الأمر المستخدم لفحص الاتصالات عبر عنوان الشبكة؟ وهو الأمر بينج. ما الطبقة التي تقوم بتوجيه الرسائل من المصدر للهدف عبر الموجات؟ هي طبقة الشبكة. ما عدد العناوين التي يدعمها البروتوكول الرابع؟ طبعا كلنا نعرف ان البروتوكول الرابع هو يدعم 2 أس 32. ما الامر المستخدم لمعرفة كم وجه يقوم بتوجيه الرسائل وصولا لموقع ما على شبكة الانترنت؟ وهو التراكر. ماذا يسمى في تنسيق الرسائل في طبقة الشبكة؟ تسمى حزمة. ما العنوان أو الذي يعتمد على الموجه الراوتر عندما يقوم بتحويل رسالة بين الشبكة وصولا للمستقبل؟ وهو IP الهدف. كم عنوان موجود في شبكة القناع؟ هنا طبعا 2 أس 16. طبعا هنا ماذا تشاهدوا؟ طبعا تشاهدوا أسئلة مقالية، سأقوم بحل هذه الأسئلة. طبعا في البداية: ما المقصود ببطاقة موجه الشبكة؟ بطاقة وجه الشبكة هي الأداة التي تربط جهاز الحاسوب الوسيط بحيث لا تقوم بإرسال أي بيانات إلا بعد التأكد من خلو الوسيط من الإشارات. طبعا أوضح بخطوات كيف يعمل محور الشبكة عندما يقوم المستخدم بإرسال رسالة لمستخدم آخر. في البداية يقوم الجهاز بمعرفة مصدر الرسالة بناء على الإطار، وتقوم المحولات بتحويل الرسالة عبر الهدف عبر المنفذ المناسب وصولا إلى الحقل حسب العنوان الفيزيائي الذي طبعا موجود في بداية أو في إطار الرسالة. ويوجد داخل كل محول جدول يربط هذا بالعنوان الفيزيائي بالأرقام المنافذ المناسبة. طبعا من الأسئلة المشهورة جدا وهي المقارنات، وأشهر مقارنة هي قارن بين
طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة من حيث العنونة، هنا فيزيائي، هنا منطقي اي بي، هنا تنسيق الاشياء، اطار، هنا حزمة. محول الشبكة للسويتش هو عبارة عن جهاز يقوم بربط مجموعة من الأجهزة على شبكة محلية، على شبكة، على طبعا على شكل نجمي، عبر نقطة مركزية تربط جميع الأجهزة. الوحدة الثانية ورد فيها سؤال، هذا السؤال: جهاز حاسوب في مدينة القدس، عنوانه كما ترون يريد إرساله رسالة للجهاز في مدينة أريحة، عنوانه هكذا، وقناع الشبكة بنفس العنوان، هل جهازان مرتبطان؟ طبعا لا. لماذا لا؟ انظروا، ما الرقم الأخير؟ 22، هنا 1، هنا ماذا؟ 0. فلا يوجد توافق، فبالتالي لا يمكن ربطها على نفس جهاز الراوتر. ما المقصود بالراوتر؟ هو أهم الأجهزة التي تعمل على الطبقة الثالثة أو الشبكة، ويقوم بتوجيه الرسائل عبر أقصر الطرق اعتمادا على عنوان الاي بي، الهدف الموجود في رأس الحزمة بين الشبكة. طبعا هذا السؤال كان في 2019. من الأسئلة أيضا: ما العنوان المستخدم في كل من طبقة ربط البيانات وطبقة الشبكة؟ طبقة ربط البيانات هو عنوان فيزيائي، بينما الشبكة عنوان منطقي. كيف يمكن تعبئة جدول العنوان الفيزيائي داخل المحول لسويتش؟ يستخدم محول العنوان الموجود في الحقل الفيزيائي، طبعا هو المصدر الموجود في البداية، طبعا وأين يكون في الإطار في الرسالة، من أجل التعرف على موقع الجهاز على الشبكة. من ثم تبدأ عملية، عندما يستقبل المحول أول رسالة من جهاز يتعرف على العنوان الفيزيائي الخاص بك ويضيفه داخل العنوان مقطعا مع المنفذ التي أتت منه الرسالة. طبعا ثم المحول، طبعا الـ FCS هو الذي يقوم بتفحص الأخطاء وتصحيحها للتأكد من صلاحية الإطار، خوفا من أي تغيرات ممكن أن يسبب التشويش. طبعا هناك سؤال: إذا علمت أن عنوان الـ IP مثل ما ترون أمامكم وقناع الشبكة، أجب ما عنوان الشبكة؟ عنوان الشبكة هو أول 6 أرقام. ما عنوان الشبكة داخل الشبكة هي آخر 3 أرقام. كم عنوان في هذه الشبكة؟ هو طبعا هذا النظام سداسي، 1 2 3، فهو 2 16، فهو سداسي. أو هذا الرقم العنوان عندما تعمل على الآلة الحاسبة 2 أس 16. طبعا ما أهمية قناع الشبكة؟ قناع الشبكة هو قناع يتكون من 4 خانات، كعنوان كالعنوان للبروتوكول الرابع، ويتم استخدامه من أجل التمييز بين الجزء الخاص بعنوان الجهاز والجزء الخاص بعنوان الشبكة. يحصل الجهاز على عنوان الاي بي من خلال طريقتين، كيف تختار بين الطريقتين حسب طبيعة الجهاز؟ إما أن تكون هي طلب الخدمة عن طريق التلقائي، الطريقة التلقائية وهي المناسبة، أو عن طبيعة الجهاز حيث توفر خدمة على الشبكة كطابعة كأشواء، وفي هذه الحالة نحتاج الطريقة اليدوية. أيضا من الأسئلة التي كانت ترد في السنوات الماضية: كيف يتم تحديد العنوان الفيزيائي على جهاز الأندرويف؟ طبعا عن طريق الإعدادات، أيقونة الإعدادات داخل قائمة التطبيقات، نضع على بند محول الجهاز أبوت ديفيد، وثم نختار من قائمة حول جهاز